تنبغي نقدم الشكر للجميع اللي شاركوا وتنهنيهم على حلول السنة الجديدة الأمازيغية ولا حتى السنة الميلادية. نتمنى أن تدخل علينا بالصحة والعافية لجميع المغاربة وجميع الرياضيين بخصوص رياضة ديال الكرة الحديدية. كيف ما تتشوفوا اليوم حنا تنتواجدوا بهذا الفضاء اللي هو فضاء جميل اللي هو نادي متعدد الرياضات ببني ملال اللي هو نيت في نفس الوقت المقر ديال العصبة ديال جهة بني ملال خنيفرة ديال الكرة الحديدية. وكان نادي قديم لقاش كيف ما تعرف الجميع أنه النادي الرياضي المتعدد الرياضات ديال الكرة الحديدية مع نادي رجاء بني ملال. هذا العام داروا واحد الفيزيون اجتمعوا وهذا هو المبتغى ديالنا كجامعة أنه ما يبقاش عندنا هذا العدد كبير ديال الأندية. عندنا تقريبا 300 نادي على الصعيد الوطني. حنا ما كرهناش انه باش يكونوا الجهود ويكونوا الاشتغال متركز على نادي يكون كبير ويكون باش يخرجوا منه ابطال. حنا التوجه ديالنا ان شاء الله اللي غيكون هو انه غادي دير واحد اللجنه اللي غادي تتبع هاد الانديه هادي باش النادي اللي كيحقاش كيف ما تعرف الجميع انه كاين بعض النوادي اللي كاينين غير في الاوراق وما قادينش يسيروا هاد القفزه اللي كاينه نوعيه في الرياضه على صعيد الوطني. فلهذا ارتأت الجامعه انها تحاول دير فيزيون وخدينا حنا هذه المبادره من بني ملال اننا درنا فيزيون مع جوج نوادي داروا فيزيون هذا العام. واليوم كيف ما قلت لكم هذا بعد ما دارت الملائمه على جميع العصاب على الصعيد الوطني انها باش تماشيا مع الجهويه المتقدمه وتماشيا باش يتنفذ قانون 30/09 جميع العصاب وجميع الانديه داروا الملائمه. احنا الحمد لله دابا احنا تتماشاو مع القانون 30/09 ومع الجهويه المتقدمه يعني الملائمه داروها جميع الانديه جميع العصاب وبطبيعه الحال الجامعه. يعني تقريبا ثاني رياضه في المغرب من بعد كره القدم اللي تقريبا على ما اظن انها اللي عندها الملائمه. واليوم كيف ما تتشوفوا بانه هذه بدايه ديال الموسم الرياضي ديالنا ديال الكره الحديديه. اليوم ارتأت العصبه انها تنظم واحد كاس العصبه ثنائي ديال النساء وديال الشبان. وكيف ما تتشوفوا بانه كان واحد العدد اللي ما كناش نتصوره اللي تقريبا درنا واحد 63 ثنائي شبان. وتنشكر الانديه صراحه من اصل 33 نادي تقريبا 20 نادي اللي شاركوا باللعابه شبان وبنات. وهذا صراحه تيتلج الصدر ديال المتتبعين ولا حتى ديال المسيرين ديال الكره الحديديه على الصعيد الوطني. وموازاه بهذا الدوري هذا نظمات نادي رجاء بني ملال بمناسبه ديال التلاؤم ديال الناديين نظمات واحد دوري حبي. لحقاش كيف ما تعرف الجميع انه البطوله مازال ما بداتش وباقي هذا الحد كان خاوي. وارتأى المكتب ديال نادي رجاء بني ملال انه ينظم بمناسبه ديال هاد الفيزيون هذه ينظم واحد الدوري حبي اللي هو نيت ملعوب اليوم في هذا الفضاء هذا. كما تتعرفوا الفضاء كبير ويقدر يستوعب العدد اللي كان. فلهذا نظمنا هاد الشبان والاناث وموازاه معاه نظمنا الدوري الحبي ديال رجاء بني ملال اللي تنشكروا الانديه اللي تما جاوا وحضروا بكثافه اللي كانت واحد 143 مع 147 ثلاثيه. يعني هذا واحد العرس رياضي بمناسبه ديال حلول السنه الجديده. وتنشكروا جميع الانديه اللي لبوا الرغبه وجاو احتفلوا معنا بهذا النهار هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.